أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من نصب للناس في هذا الزمان رجال إذا لم يثنوا عليهم فهو من أهل البدع، وإذا أثنى عليهم فإنهم من أصحاب السنة، وهل التعويل على مثل هذا معتبر في ديننا؟ يا أخوان، يتركوا هالمهاترات هذه، اطلبوا العلم والزموا طريق السنة، وخلوا اللي يتكلم على سبيله، لا يهمكم، أنتم اعرفوا الطريق الصحيح وانصحوا من يقبل النصيحة، أما أنك تقعد في جدال وخصام معهم هذا ما هو، هذا يضيع عليك الوقت ويوغر الصدور ولا يفيد شيئا ويزيد الشر أيضا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.